رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية من بعد الفاصل، ما زلنا معاكم في خطوات ناعمة للمشاركة معنا والاتصال فينا من السعودية وبرا السعودية. نذكركم بالأرقام 0966126844455 0966126844455، أما المشاركة معنا من الإمارات فرقمنا 0974391900، وممكن كمان تشتركوا معنا عن طريق الإيميل gentlesteps@mbc.net. نرحب دحين مشاهدينا بأخصائيتنا سامية، كيف حالك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا، شكرا دانيا. طبعا احنا مبسوطين انك معنا مره ثانيه في البرنامج، اخصائيه في التعليم المبكر. سامي، موضوعنا اليوم راح يكون عن الكذب والخيال، وراح نسالك اول شيء ايش هو الكذب وايش هو الخيال؟ حلو. طيب الخيال هو قدره العقل انه يتصور حاجه مش موجوده، مو بس يتصورها شكلا، حتى ممكن يتصور انه يحس فيها، يشمها، يشوفها، يسمع صوتها، حاجه مش موجوده. اما الكذب هو أنه يا أما ينكر حاجة ما حصلت، أو أنه يقول حاجة غير الواقع، غير الحقيقة. نعم. طيب وإذا حبينا نسألك، طيب الأطفال هل هم من صغرهم إن ولدوا ممكن يكذبوا، هل هو وراثة؟ كيف الكذب يطلع معاهم فجأة كذا في السنين المبكرة من عمرهم؟ طبعا كل طفل يولد على فطرة نقية، يعني هو أصلا ما يولد ما يعرف الكذب أبدا. بس يتعلم الكذب من البيئة اللي حوالينه. البيئة ممكن تكون داخل الأسرة، زي ما صار مع سيف، تعلم من بيئة، من الناس حوالينه، من المدرسة أو من الكبار اللي حوالينه، فيتعلمها يا داخل الأسرة يا خارج الأسرة، أو يتعلمها من حتى من التلفزيون، ومشاهدة ممكن برامج تلفزيونية ممكن يتعلم منها. فهو هذا سلوك مكتسب 100%، وممكن يتم علاجها، وممكن تغيير هذا السلوك إذا تعاملنا معه بطريقة صحيحة. طيب من متى يبدأ يعني موضوع الكذب يدخل في حياة الطفل؟ من سن كم نقدر نقول؟ وكيف نقدر نتعامل مع الكذب؟ الطفل يوم يكون بين السنتين والأربع سنين، هنا أول مرة هيبدأ يقول لا، مثلا انا ما سويت. يعني مثلا تخيلي طفلة عمرها من بين سنتين إلى أربعة كبت شيء حليب، مثلا ماما سألت انتي، تقول لا، ومثلا تأشر على الدب. فهذه اول لحظة بدأت تكتشف، وبالعكس الحين مرة مهم الام كيف تتعامل معهم في هذه اللحظة. هذه اللحظة بالعكس يبغى لها احتفال، مش ما تخاف، لانه هذه طبيعي جدا انه يحصل في نمو وتطور الطفل، وهذه إشارة انه الطفل انتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة. بدأ يستوعب شوية أكثر. بدأ يستوعب. ليش؟ بدأ يستوعب الطفل أنه أنا ممكن أفكر شيء وأقول شيء ثاني. فبالعكس هذا التطور في النمو الإدراكي والنمو العاطفي عند الطفل. فهذه لحظة بالعكس تحتفل فيه الأم أنه بدأ طفلها يتطور وينمو، وبتبدأ تتعامل معه بطريقة إيجابية. طيب وكيف تتعامل معه؟ طيب أول كذبة شافتها بعينها، مثلا طفل صغير زي ما قلت عمره سنتين أو ثلاثة سنين، يعني مرة صعب أنك أنت أصلا تداري الموقف أو تحرمين من الأشياء اللي يحبها، زي ما تستخدم مثلا بعض أحيان ريم كانت مع سيف. طفل صغير في ثلاثة سنين كيف ممكن يستوعب أنه هذا شيء خطأ؟ صح. الحين إذا كانت الأم محظوظة، وإذا كان الطفل في هذه المرحلة العمرية من اثنين إلى أربعة، فالشباك ممكن تتخيلي دانيا الشباك كذا مفتوح والباب مفتوح، كيف ما تتعاملي مع الطفل هو هيروح، يا أما هذا الكذب هذا هينتهي وهيبدأ يتعلم كيف إيش يعني الكذب وإيش يعني، أو هيتراكم وبعد أربع سنين هيبدأ يزيد. بعد ستة سنين الشباك اتقفل، هيتأصل، هيثبت، هذا هيصير فيه سلوكه وفي عاداته. وكيف يصير التعامل؟ يعني الأم مثلا، أعطيكي مثال، أنا بنتي كان عمرها ثلاثة سنين وكان اسمها فرح، وكان وقت الأكل ومثلا هي قاعد تلعب، جاء وقت الأكل أقول لها فرح غسلت يدينك؟ تقول لي إيوة، وأنا عارفة أنها ما غسلت يدينها، بس أعطيها فرصة لأنه ما أبغى أنا أحط عليها، أسلط الضوء عليها إنه شيء غلط، إنه شيء غلط. فأعطيها فرصة مثلا أقول لها بالصابون. سؤال ثاني له علاقة بالأول. فأعطيها فرصة تغير رأيها وتقول لي لا مش بالصابون، وتروح وتغسل يدها وترجع ثاني. طيب ناخذ اتصال معنا. ألو، السلام عليكم، أم تركي. ألو، أهلا حبيبتي، عليكم السلام. يا هلا وسهلا فيك، تفضلي. الله يخليكي. بس الأخصائية سمية، أبغى أشوف مثلا إيش الطريقة اللي ما أكذب بس إنه أتصرف بحيث إنه يكون ما يوصل لحد الكذب.
تمشي عليه. يعني انت حابه تبي تعرفي ايش الطريقه اللي تتفادي فيها مرحله الوصول للكذب. ايوه. وغير كذا ابغى الدكتوره سمية الله يخليك ابي رقمها. الله يخليك. خلاص ان شاء الله اعطيكي هو بعد الهوى. شكرا لاتصالك. طيب سامي تقول كيف تتجاهل، هي ما تبي توصل لمرحله الكذب اساسا، هي تبي تتجنب تماما موضوع الكذب. فاحنا يوم قلنا اول انه هذه مرحله طبيعيه لازم يمر فيها كل طفل. أيوة. يعني لازم الام تستعد انه الطفل من بين السنتين الى 4 سنين هيمر فيه لا محل. أيوة. فلازم تستعد الحين وقت ما يصير في 5 اشياء تجهز نفسها عشان تتعامل فيها. أيوة. اولا لا تسميها بانت كذابه، او لا تصفي الطفل انه هو كذب. فمثلا انه قدام الناس مثلا الطفل بدا يقول قصه او شيء يقولوا لا تصدقوا هذه حكاياته، فهذه اول شيء التسميه وانك توصفيه بكذاب خطر جدا تاثر فيه. ثانيا انه لا تحققي وراه، يعني مثلا لو سالتي طفل اكلت الاكل كله خلصت الاكل وهو مثلا قال لك ايوه، قومي تلفي انت ومثلا تسالي الاب ولا تسالي الاخت ولا تتاكدي من حتى من الشغاله او من السواق بعض الاحيان. فالتحقيق وراء الكذب وصحة المعلومات جدا خطر، لأنه يبدأ الطفل يحس إنه ما يصدقه وما في ثقة بينه وبين الأم، فهذه تهز نفسه ونموه العاطفي ونموه الشخصي، ويبدأ في المستقبل ياها يتمرد ياها يتقوقع. أو يقول أو ممكن يقول للشخص اللي تتوقع إنه حيسأله، لو سألوك قول إنه إيش، إنه أنا سويت هذا الشيء. أذكى يعني. أيوة. يعرف يبدأ يعرف الأساليب يعني. الشيء الثالث انه انت لازم تكوني هادئه، انه ما تتعاملي مع الموضوع بغضب. وفي فرق بين النتائج والعقاب، انه انسي موضوع العقاب ابدا. يعني كيف؟ العقاب ناتج عن غضب وناتج لو دخل في نفس الموقف، اما الناتج هو لتصحيح الغلط. يعني مثلا اعطيكم مثال، في وحده بنت اسمها ساره، امها المعلمه حقتها اسمها مرام. معلمه مرام كانت ترسل خطاب مع ساره كل يوم تطلب اجتماع مع الأم. أيوه. وسارة تخبي الورقة ما تعطيها للأم. فبعد فترة اكتشفت الأم. أيوه. إنه في هذا الخطاب بيجي على البيت. طيب الحين هنتعامل معاه بطريقتين، إذا هنعاقب البنت نقول لها ممنوع مثلا التلفزيون أسبوعين، أو مثلا ممنوع تشوفي صحباتك شهر. أيوه. هذا عقاب ما فيها تغيير السلوك. أيوه. فما حلنا المشكلة. ما حلت المشكلة. اما الناتج احنا نركز على النتائج. يعني مثلا نقول طيب يا ساره الحين لازم ترجعي تروحي للمعلمه مرام وتطلبي منها خطاب جديد وتقوليها تقولي لها ايش عملتي. فكذا احنا اعطيناها ناتج، فرصه ان هي تصحح الخطا، فرصه انها تصلح الغلط بس. واخر شيء انها تسوي تحقيق ايش السبب وراء الكذب نفسه. يعني في ساره هذه كانت تخبي الورقه من المعلمه لانه خايفه من شيء، فانت لازم تطمني الطفل انه شوفي سارة أنا أمك، إيش ما صار أنا وإنتي هنروح عند المعلمة مرام وهنتواجه مع بعض، إيش ما قالت لي المعلمة أنا برضو أحبك، ما هيتغير بيني وبينك أي شيء وأنا معاكي. يعني تطمنها وتعطيها الأمان هذا في الأسرة أنه تقدر تتعامل مع الموقف الصعب. طيب لو حبينا نقول يعني أوكي في أطفال بدأوا والأمهات ما قدروا طبعا يسيطروا على الوضع من البداية وكانت أساليبهم مختلفة، هل ممكن فعلا لو ما حاولتي أنك أنت تسيطر على موضوع الكذب منذ الصغر أنه يتزايد لما يكبروا؟ نعم. يعني الشباك نحن زي ما قلنا مفتوح من بين 2 إلى 4 سنين، وإلى 6 سنين ممكن سكره، هيتسكر. فهيبدأ هذا هيصير من عاداته من شخصية الطفل. لازم نتعامل معه بطريقة ثانية. لازم نعطي حسب نوع الكذب اللي هو عنده. إذا كان كذب مثلا انتقامي هو مثلا حاس بالغيرة من أخوانه، إذا كان كذب تقليدي بيقلد أمه وأبوه، إذا كان كذب يعني حسب ادعائي إنه بيتخيل أشياء معينة ضارة له، فنتعامل معه حسب نوع الكذب اللي يعني حاسب. ممكن يزيد مع الأيام لو إحنا ما سيطرنا عليه. طيب لو رجعنا لموضوع الخيال، هل تعتبر إنه هذه مشكلة ولا فيها أشياء إيجابية؟ أينشتاين قال إذا تبغوا أنتوا أطفالكم يصيروا عباقرة، أيوه، فأحكوا لهم القصص الخيالية. أيوه. وكان يقول أينشتاين أن الخيال سبحان الله أهم من المعرفة، لأنه الخيال يعطيك القدرة أنك تتصوري أشياء مو موجودة. يعني مثلا أنا أعطيك مثلا في علم التاريخ، كيف واحد ممكن يحترم التاريخ إذا ما يقدر يتخيله؟ معلش نكمل موضوع الخيال بس ناخذ الاتصال هذا يا سامية. معنا رؤى.